سيد احمد يعني الرجل يعني طيب وابنه طيب بسيط من عائله بسيطه ترك البصمه نتاعه. منه تعلمنا يعني كيف يكون التفاني، الاخلاق، الروح الوطنيه، حب الوطن، وكان واحد من احسن الشخصيات الرياضيه على المستوى الوطني ومتاثرين به يعني كل يعني من تبسان المغنيه الجنوب الكبير الواحه الحمراء ورفرف العالم الوطني عاليا. كنت ساجي دو ماتش على بالك وشي تي كونسيون سادير توجي في سو كونسونتري سيتي ان بونوم لي زعما يليمي الفوتبول. اخ سيد احمد بالقدروسي كان كما غني عن كل تعريف لاعب قادم من احسن ما انجبت الكره الجزائريه. الشيخ تاعنا كان كما يقول لك كان المدرب، هو لعب قدامنا في مولدية وهران وحنا خلفناه موراه، وكان يلعب البوست تاعي كان يلعب قلب الهجوم، وكنت ندي نصايح من عندها.